أول القصص النهاردة والأخبار اللي هنتكلم فيها قصة عايزة حضراتكم كده تسمعوها وتخيلوا لو أنتم مكان الأم. قصة الحقيقة توجع القلب جدا وفيها كده وجع ومرارة. طفل عمره سنتين، الطفل ده دخل مستشفى وفي الغربية علشان يتنقل له دم، للأسف الدم كان ملوث. إيه اللي حصل؟ أصيب الطفل بفيروس الإيدز. تخيل بقى سنتين، طفل عمره سنتين لسه بيتفتح على الدنيا ولسه بيكبر وداخل يعمل حاجة بسيطة، فتتكتب عليه بقى يعني كتب عليه الموت بدون ذنب. الحقيقة أن وزارة الصحة استجابت للنداءات الخاصة بأسرة الطفل ونقلته فورا للعلاج بالقاهرة، لكن السؤال المهم إيه اللي حصل وإزاي الطفل اتنقل له دم ملوث ومين اللي هيتحاسب على اللي حصل ده؟ صحيح ان وزاره الصحه مشكوره اتحركت سريعا وبتتابع وبتشوف ايه اللي حصل في مديريه صحه الغربيه، لكن ما زالت القصه موجعه وتوجع القلب، خصوصا انه يعني مش عايزه اقول قدر ولكن في طبعا جزء اهمال كبير. والده الطفل السيده دينا عبد الحميد معايا. مساء الخير يا مدام دينا. احكي لي القصة بقى ازاي واكتشفتوا الحكاية ازاي؟ قصته بدأت من عمر سنة وشهر. سنة وشهر، تمام. سنة وشهر. ايه؟ تمام، أنا بسمع حضرتك، اتفضلي. هو أول ما اتولد كان كويس جدا ومفيش فيه أي حاجة. جاب حاجة بسيط كده، دخل حضانة لمدة 5 أيام. قعد 5 أيام كويس في الحضانة وبعد كده خرج وعاش حياته كطفل عادي وما فيش أي مشكلة قابلتنا خالص. بعد سن سنة وشهر ابني حصل له حاجة اسمها طفح جلدي، عاني من مشكلة صدفية. تمام، طب خليني بس اعرف يعني هو يعني خد الحقنه وبعدين بعد الحقنه حصل له الطفح ده؟ لا هو ما كانش فيه حقن، هو حصل له طفح جلدي لوحده. تمام. وما كانش خبره، كان كويس جدا جدا، بس هو الطفح الجلدي ده ظهر عليه كده لوحده. لوحده، تمام. فاحنا رحنا كشفنا عليه كشف عادي خالص في مستشفى، حولونا في مستشفى من مستشفيات طنطا. تمام. قالوا ان الطفل ده عنده صدفيه وطفح جلدي، ومع ان شاء الله مقر العلاج هيبقى تمام وكويس جدا. قلت لهم ماشي. ففي اول شهر 2 2023 لاحظت زف من فحش. تمام، انا سامعاكي، اتفضلي. معلش والله اتمنى قصته مؤلمه، انا معلش هو قصه صيف كبيره. هو جاله نزيف من فتحة الشرج، وأنا كنت في المكان اللي كانوا بيعالجوا فيه الجلدية حولوني مستشفى أطفال. تمام. في نفس المكان الجامعي اللي أنا كنت فيه. فطلبوا له منظار وقالوا يمكن المنظار يبين الدم ده من إيه؟ عملنا منظار، وبعد ما المنظار طلع إن هو عنده في طقس الحجاب الحاجز وغرف القولون التهاب في الأمعاء. قال النزيف مستمر، قالوا ان الولد محتاج يدخل مستشفى يتعالج، نزيف بقى كميه كبيره، بس كان بينزف تحت ما كانش بيرجع دم. دخل المستشفى شهر 3، يعاني من النزيف. ابني حصل له نزول انيميا، جابوا له كيس دم من بنك الدم بالمستشفى اللي انا كنت فيها. تمام. احنا قلنا نجيب حد يتبرع. قال لا. فين المستشفى دي؟ مدام دينا موجوده. تمام، مش موجوده، بنجيب حد يتبرع. المستشفى دي فين؟ مستشفى جامعه طنطا. مستشفى جامعه طنطا؟ الاطفال الجامعي بجامعه طنطا. تمام، اتفضلي. جابوا له الدم، ابني فضل هناك شهر كامل. خرجنا في اول 4 بعد ما النزيف وقف، بعد ما عملنا منظار، بعد ما عملنا اشعاعات بالصبغه على البطن وعلى منطقة الحوض، عملنا حاجات كتير قوي. بعد كده قالوا احنا هنفضل متابعين، ممكن يكون عنده حساسية ألبان، حساسية قلب، فضلنا متابعين معاهم
ولا طلع عنده حساسية قلبان ولا حساسية قمح أزيد من إن كان عنده التهاب في جدار في المعدة وهو الحاجة. هتفضلوا ماشيين هتفضلي يا مدام ماشية متابعي معانا لحد ما نشوف الدنيا هتوصل معانا لإيه. فضلت ماشية معاهم من 4/4 ل 23. خلاص من 7 إن حصل له تضخم غدد لمفاوية ابني ورم ورم انا بحاول طبعا اسمعك. انا عارفه ان انت موجوده في الرعايه المركزه فعشان كده الصوت مش واضح. طيب انتوا دلوقتي موجودين فين؟ مستشفى الجمهوريه احسن الرعايه المركزه. ووضع ابنك ايه دلوقتي؟ وضع ابني لسه عامل منظار النهارده تاني وضعه لسه يعني طفل بينزف من يوم 31/10 من 20/9 وخرجوني من يوم 31/10 ما كانش بياخد علاج لحد الوقت اللي احنا كنا فيه من يومين قبل تدخل الساده المسؤولين وقبل تدخل وزاره الصحه والوزاره قبل تدخل الناس دي كلها. كان ابني بينزف نزيفه غير مرغوب فيه. مش عارفه اقول لك ايه. مش طب الدكاترة نفسهم بقى بيقولوا ايه دلوقتي؟ وضعه شايفين الحال اللي هو فيه عامل ازاي؟ طمنوك ازاي؟ ايه اللي بيقولوه؟ هو حاليا ما كانش حد عارف ان هو اتش اي في اللي هو الايدز معايا؟ فاحنا لما الطفل دخل اصلا في شهر 7 وكان عنده تضخم لمفاوية قالوا ان الولد ده محتاج يعمل عمليه استئصال عينه من الغده الليمفاويه عشان هم كانوا شاكين لا قدر الله انه يكون ده كانسر. ايوه خدنا العينه وحللناها وطلعت انها اورام حميده وما فيش فيها اي حاجه. قالوا خلاص ماشي هنفضل برضه متابعين لحد شهر 9 لقينا ابني بيرجع دم مستمر. ابني بينزل بطريقه كانت معديه 20 مره نزيف في اليوم. رحت لهم بيه تاني يوم 10/10 قالوا لي ان الولد ده محتاج يعمل تحاليل. ده صوته؟ هو ده صوته؟ ده صوته؟ ايوه ده صوته. قالوا ان هو محتاج يعمل تحاليل عشان يدخل المستشفى تاني. قلت لهم ماشي عملت التحاليل وفي حاله ان انا روحت بيه البيت ابني دخل في حاله تشنجات حراره عاليه وضعه بقى سيء فرنيت على الجامعه قلت لهم انا ابني في 1 2 3 قالوا اطلع لاي مستشفى عام جنبك عشان يشوفوا الحاله ايه. طب اجيبه واجي الجامعه قالوا لحد بس ينزل الحراره. خدت ودخلت بيه المستشفى المحله الكبيره. طب قولي لي يا دينا هو دلوقتي العلاج بتاعه بياكل ايه؟ بياكل بيعمل ايه؟ ابني متركب له ريال في مناخيره وابني على اجهزه ابني متركب له اجهزه ما فيش اكل. اكل ايه؟ انا بقول لحضرتك هو في الرعايه. في الرعايه. هو ابنك الوحيد؟ لا انا معايا فاطمه معايا بنوته عندها 5 سنين بس الحمد لله ان هي سلبي. يعني انا سلبي وبابا سلبي وبنتي سلبي وكل الاسر اللي معايا في البيت لله. اهلي سلبي ما فيش الا ابني ايجابي. طب انا عايزه اتاكد معاكي يا دينا العدوى زي ما قالوا لك كمان الاطباء جت من كيس الدم الملوث؟ جات من بصي يا استاذه ابني خد دم يوم 13/10 اثناء التشنجات وارتفاع الحراره في مستشفى المبرأ المحله الكبيره وخد كيس دم بتاريخ 27/3/23 في جامعه طنطا. طب واثبتي الحاله دي؟ يعني انا عارفه انه طبعا وزاره الصحه معاكي وهي اللي نقلت وكله لكن انت وقتها اثبتي هذه الحاله انه الدم الملوث اللي اتاخد في المستشفى هو كان السبب. اقوالي انا معايا كل ما يثبت كلامي ان ابني دخل المكان ده وتعالج وخد الدم فيه واحنا ما جبناش دم. هم حبوا هم شككوا في كلامي وقالوا ان الولد خد دم في مباراه المحله الكبيره. ممكن نقول المستشفى تاني لو سمحتي؟ مستشفى جامعة طنطا قسم الأطفال. تمام. طيب أنت دلوقتي يعني قالوا لك إنه الحالة اللي أنت فيها دي إيه المستقبل؟ يعني إيه اللي هيحصل؟ أو العلاج ممكن يخليه يتحسن أو يعني الوضع هيبقى إيه؟ هو مقاطع عن كلام حضرتك في كل الكلام الجميل اللي قلتي حضرتك ده.
ان انا فعلا صرفت علاج الايدز. انت بتاخدي علاج الايدز دلوقتي؟ احنا خدنا علاج الايدز يوم 7/11 من حميات طنطا، صرفونا علاج الايدز. طب بالنسبه للعدوى، هل هو اسمه ايه الطفل؟ الطفل اسمه السيد رضا. السيد رضا. طيب السيد ممكن يعدي حد؟ يعني ممكن يعديكوا؟ انتوا دلوقتي عملتوا عينه فطلعتوا انتوا سلبي. تمام. لازم يعدي عن طريق الدم. لازم يعدي. لو هيعدي يبقى عن طريق الدم. بيعدي عن طريق الدم. عن طريق الدم. يعني الدم اللي في جسمه هو اللي يعدي، مش اي حاجه تانيه. يعني الحقيقه دينا، يعني قلبي معاكي، اتمنى انه يعني يبقى فيه بس كده امل بانه يتخطى الازمه دي او الفيروس ده، وهنتابع معاكي، وانا يعني متاكده ان وزاره الصحه كمان هتتابع ونشوف ايه اللي بيحصل، ازاي الدم الملوث ده يقدر يعني يقضي على حياه طفل لسه الدنيا بتتفتح، عمره سنة. السيد رضا، بشكرك والدته الكريمة دينا عبد الحميد، وعارفة إن أنا كنت بحاول أسمعك الحقيقة وهي موجودة في العناية المركزة، كنت بحاول أسمعها عشان أفهم منها التفاصيل. أتمنى الحقيقة، إحنا محتاجين دايما يكون عندنا يعني جزء من الضمير، يعني أنا أتمنى إنه لو ثبت إنه هذا الدم اللي هو اتأكدت من وزارة الصحة، وبالتالي وزارة الصحة مشكورة نقلت على طول الطفل وبتعتني بيه، فإذا الدم الملوث ده جاي منين؟ يعني لازم نشوف، أرجع تاني وأشوف الدايرة بدأت منين؟ الدم الملوث ده إذا كان أذى هذا الطفل، ما أكيد يعني ممكن يكون في حاجات تانية ملوثة ممكن تأذي ناس تانية. لازم يكون في عقاب، وعقاب صارم بالذات بالنسبة لهذه العمليات الطبية والتلوث وعدم وجود ضمير، وانه بالذات الدم لازم كمان يتم حفظه في اماكن معينه، وما يكونش ملوث من حد كمان مريض، يعني حد مثلا يعني عنده اصابه بفيروس الايدز فممكن يكون الدم ده منه، الله اعلم. اتمنى كده انه نتابع حلقه دينا وطفلها اللي يعني عمره سنه، يعني سنه وشويه صغيرين، او يعني ما كملش اهو سنتين. نتمنى كده انه يكون في بصيص من النور والأمل يعيد للطفل ده يعني صحته اللي كانت موجودة.